के सपने जब लेंगे उतारियां। صباح الخير، أنا آسفة على الإزعاج بس صار الوقت لحتى تغادري الغرفة، بعتذر منك كتير مدام. وقعي هون لو سمحتي. إن شاء الله عجبتك خدماتنا. إحنا أبداً ما شفنا لزوجك. أنا ما رح طول حبيبتي، راجع. يلا أمي تعي. يلا بشوفك بنتي. بنتي الليلة الماضية جاس وأمه طلعوا من الأوتيل. آسفة، بعتذر كتير. روبي، عرفت شي؟ لسا ما عرفت ولا شي أبداً. تيجوا أكيد لحالة بالفندق. شو بدي أقول لها هلأ؟ ها؟ شو بيكون عم يصير فيها للبنت؟ مين هالبنت؟ ليش لحالة ولابسة ثياب العرس؟ تيجوا، أنا من وجهة نظري الزواج هو عبارة عن شراكة بين شخصين. أنا أول ما شفتك هداك اليوم دغري عرفت إنه أنت رح تكوني شريكة حياتي. على فكرة تيجو بتحب أكلة سيفرام كتير. والله صح، لكن روح جيبها. خلاص اتصلوا بعمي هو بجيبها، أنا لسه هلأ فهت. بس وين راح روبي هلأ؟ هو ما بيطلع من دون ما يخبرني. أنت روح أخي، أنا بجيب. تيجو من الفندق ومنجي على البيت. لا أخي، هاي الساعة اللي عم تدق. أخي نحن لازم نخبره. لا أخي، خذ أنت أحكي معه. لا لا، أنا ما بقدر. فصلت.
وين راح الواطي جاز؟ بس مسكوا ما راح افلت وراح اكسر راسه. خلينا نسأله، هو رفيقه بيعرفه، راح دق له. ألو فاتح، أنا هرمان عمّا لتيجو. أهلين أهلين عمي، كيف صحتك؟ اللي وينه جاس؟ أنت بتكون رفيقه وأكيد بتعرف هو وينه. عمي أكيد بيكون مع تيجو صح؟ لا لا، هو ماله مع تيجو. الليلة الماضية هو طلع من الفندق. بس كيف ممكن يصير هيك شيء؟ يعني كيف اختفى جاس فجأة؟ تيجو حكت مع روبي وخبرته وقالت انه جاس بيكون رفيقك. اعمل اي شيء لتلاقي اي شيء، بس انا بدي انه تجيبه لعندي. ما رح اتركه ابدا. ايه ايه ماشي عمي، انا رح حاول لاقيه. عمي انت بس خد تيجو لعندكم على البيت وانا رح دور عليه. وين اختفى جاس فجأة هيك؟ فاتح؟ قلي ابني لوين رايح؟ أمي بقلك بعدين لأني مستعجل. كل شي منيح ابني. ماما خلص بقلك بعدين. اسمعني شوي، ما بعرف ابني فاتح شو لسه رح يعمل. بنتي تيجو رح تاخذنا كلياتنا على كندا. اليوم روح جدك اكيد بتكون مرتاحه ومبسوطه لما يعرف انك رح تخلينا كلنا نسافر على كندا ونستقر هنيك على طول. رح تحققي لنا امنياتنا. تعرف انه انت رح تحقق حلمي بالسفر على كندا. تورونتو يلا كل، يلا كل لشوف. انت ليش ما عم تاكل؟ مشتاق لتيجو؟ هي رح تجي اليوم. تيجو شوفي شو صار. تيجو بنتي. تيجو تيجو شو صار؟ ردي علي. وينو جاس؟ وينو جاس؟ ليش اجيتي لحالك لهون؟ خير؟ احكي شو صار بنتي. تيجو تيجو ليش ما عم قولي تحكي شوفي. شي؟ قولي شو اللي صار. يلا قولي. احكي لا تخوفينا. فهمينا. تيجو تيجو اختي احكي شو صار. تيجو 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 شو صار؟ تيجو شو صار؟
شوفي قولي لنا احكي لنا نفهم تيجو تيجو شو يلي صار قولي الله يوفقك ابني اسأله تيجو بس قولي لنا شو يلي صاير طيب اختي جاوبيني تخانقتي شي انت وسهر الجاس شو قال لك خبرينا يلا تيجو الله يخليكي لا تعملي هيك قولي لنا شو صار تيجو يلا احكي يلا قولي يلي صار تيجو انا رح دق لجاس ايه يلا دق له لجاس ما في داعي تتصلوا بجاس روبي تيجو ما عم ترضى أن تقول شي أبدا وكل آياتنا عم نسألها ليش ما عم تقول شي؟ أنتوا بتعرفوا شي قلوا لنا الله يخليك بابا شو يلي صاير تقلقنا؟ ما عم تقول شي شو يلي صاير مع تيجو؟ شو صاير معها؟ شو اللي صاير لبنتي؟ قولوا شو صار؟ أخي مشان الله فهمنا شو صاير مع تيجو الله يخليك ماما كلنا عم يخبرنا شو اللي صاير لك جاوبوني شو صاير مع بنتي لك عم قلكم فهموني شو في يا ربي تيجو لك روبي فهمني شو صاير في تيجو اهدي روبي احكي لي عمي قلي ليش ما حدا عم يخبرنا شو في لأنه كل شيء تدمر بحياتنا كل شيء خرب روبي يا روبي روبي احكي لنا شو صاير جاس وأمه هربوا ضحكوا علينا وتركوا تيجو وجرحوها أنا شفتهم مبارح بالليل حاملين أغراضهم وطلعوا بتاكسي دورنا بكل مكان ما ضل حدا ما سألنا حتى المشافي والمخافر بس نحن ما قدرنا نلاقيهم أبداً لا لا يا روبي لا لا ما بقدر صدق هالشي ما بيقدروا يعملوا هيك أكيد في سوء تفاهم مستحيل يضحكوا علينا أنا متأكدة متأكدة ما بيقدروا بس عمي صهري جاس شاب منيح مستحيل مستحيل يعمل هيك جاس ما رح يرجع أبدا هلأ رجعت من المحطة وفي ناس قالوا لي إنهم شافوا جاس وأمه قاعدين بالقطار ومسافرين لا ابني أكيد أنت شايف حدا تاني غيره مستحيل يهربوا لا ستي لما سألت عليهم كنت عم فرجي العالم صورتهم مدري لوين راحوا يا الله نحن ما منعرف حدا من عيلته ولا حدا وين حنلاقي هلأ؟ وين ندور؟ شو بدنا نساوي هلأ؟ يا الله شو بدنا نعمل؟ مالي عارفاني انت بتعرف كل شيء احكي اكيد انت متورط لا عمي شو دخلوا لي انا جاوب وين راح ورفيقك وامه عمي انا عن جد ما بعرف روبي هذا ما راح يجاوب لا امي وين بابا رجعي لورا خلاص بابا او منقتلك بابا وين راح لوين بدي هيك يا سميز فاتح يا بتقلي يا اما راح كسرك صدقوني انا ما بعرف اي شيء بلا بتعرف كل شيء مو انت على اساس كنت رفيقه عن جد انا ما عم اقول غير الحقيقه ما رح تحكي انا بورجيك شكله ما بده يحكي
كسر له راسه. أخي ياسمين بعدي لشوف شو انت جنيت. هو دمر حياتي جوجو ما شفتي. بعد هو ما عمل شيء. بابا انتو شو عم تعملوا؟ هو ما بيعرف شيء ابدا. هو بس كان عم يساعد جاس، وكمان جاس خدعه مثل ما خدعنا، لهيك حضر عرسه كرفيق مو اكثر. شكرا. ليك عمي، هو كان عم يحكي عمه لما توفيت ستو. فينا نتصل على الرقم اذا بدك. انا رح اتصل واحكي معه. لحظة اسمعني ابي راج، لا تحكي معه هلا لانه ما في فايدة. لازم نحن نروح نبلغ الشرطة. هذا الشاب كان محتال، اخذ كل المصاري والذهب تبعنا قبل بيومين من العرس واختفى. ابعتيلي صورة هذا الندل. ايه رح ابعت لك اياها. اوف ليش هيك؟ ما عم تحمل عندي الصورة. ابي راج وين موبايلي؟ نحن بيوم العرس وصلنا له اياه، لعنا لهون على البيت. روح جيب الموبايل. يلا رح جيبه. شوفي بموبايلي. نفس الشيء صار مع اختها لبريتو، هي بعتت لي صورة الشاب بس موبايلي كان منزع وقتها. ما شفتها. يلا. يلا. خايفة اني اشوفها. حلي طلع صورة لأشوفها. هو نفسه المحتال. هذا هو جاس؟ ريتو بعتت لي أكثر من مرة بس أنا اللي ما كنت شوفه وطنشنا على طول. خرسي. ليك عمي، فاتح معه حق، نحن لازم نروح على الشرطة. إيه يلا روحوا. تيجو. تيجو بتتذكري؟ يلي صار معك نفس الشي صار مع نيتو. في شب هرب بعد ما تضحك عليها. هذا الشب طلع نفسه المحتال جاس. شو؟ قبل شهر كنا كثير مبسوطين، بعدين اجى هذا المحتال ودمر كل شيء. لازم هذا الكلب الواطي يضل عم ينضرب لحتى يتورم وشه. اذا ما بدور بكل المنطقه وبلاقي انا ما بيكون اسمي ياسمين. بنتي الحلوه رح تاخذنا كلياتنا ع كندا. تعرف انه انت حققت حلمي بالسفر ع كندا. جاز شب محترم ولطيف وانا محظوظه. ع كندا. السفر ع كندا. ما رح طول عليك يا حبيبتي. تيجو 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 حبيبتي. يا ربي شو صار لك؟ تعي شوفي تيجو. تيجو تيجو شو صار لك؟ تيجو كيف وقع له؟ شوي شوي صار له تيجو. على مهلك بنتي. اعطيني مي. جيبي مي. جيبوا مي بسرعة. روح جيب مي. تيجو يا حبيبتي. اسمعينا يا الله. تيجو ردي علينا. حبيبتي
قومي يا عمري. مرت أخي جيبي شوية عصير إذا ممكن. تيجو خدي شربي شوي أختي بنتي. شربي شوي تيجو حبيبتي شربي شوي. مالك أكلة ولا شربهاني شي من مبارح لهلا. لا تعملي بحالك هيك، ما بينفع من شان صحتك. رح أعمل لك أكلة بتحبيها. بعمل لك شو ما بدك بس لا تضلي هيك. تشربي عصير؟ خدي. أنا وحدة ما بفهم كيف قدر يضحك علي هيك. تيجو شو رأيك تعطيني الذهبات تبعك؟ باخدهم معي على الأوتيل. أمه طلبت مني أعطيها الذهبات ورديت عليها. بظن إنه هذا الخاتم مزيف. عمتي كانت منتبهة إنه الخاتم كان مزيف بس أنا. ستي أعطته لستي وستي أعطته لأمي لأنه هالخاتم متوارث بعائلتنا، لأنه هالخاتم موروث. بس ما رضيت، قلت لها لأمي يمكن تيجو ما تحبه لهذا الخاتم. لا جاس، شو عم تقول؟ أكيد أنا رح ألبس هذا الخاتم. بنتي تيجو 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 وين رايح؟ عم تعمل شو صاير له؟ هذا الخاتم طلع مزيف. أنا ما بعرف كيف غلطت هيك غلطة كبيرة، كيف ما قدرت أعرفهم على حقيقتهم. حبيبتي تيجو، الوقت اللي راح ما رح يرجع، لهيك اعتبر اللي صار كابوس ونسي. حبيبتي خلص نسي. الله بيعملنا هالشي لصالحنا. هاد كله كان غلطي، هاد كله كان غلطي. تيجو حبيبتي انت مو غلطانه، لا تلومي حالك. بكفي يا بنتي. لك كيف كيف هيك قدر يضحك علي بدون ما اشك فيه؟ وانتو ليه ما جربتوا تسالوا عنه ولا تعرفوا عنه شيء؟ ابي راج، مو انت وقتها كنت عم تقلي انه تجارته كبيره كثير وبيته حلو كمان؟ اهدي يا حبيبتي اهدي، هيك ما بصير، ارحمي حقك شوي. لو سمحتوا اتركوني شوي لحالي، انا ما بدي اشوف حدا منو. تيجو لا تحكي هيك. لو سمحتوا روحوا اتركوني لحالي بترجاكم. شو القصة تيجو؟ بين اليوم كتير مبسوطة. ايه، حاسة حالي كتير محظوظة لأنه أنا لقيت شخص منيح مثل جاس. خلص لا تقلقي أبداً إلا ما يكون في شي طريقة. أنا رح أعمل كل جهدي لحتى ألقى جاس وأمه. أنا عن جد وحدة غبية، كنت مشغولة بشغلات تانية. بريتو قالت لي كتير شغلات بس أنا أبداً ما اهتميت ولا حتى فتحت الرسائل. كل هالشي صار بسببي وبسبب إهمالي. ما رح سامح حالي. أنا ما بعرف شو لازم أعمل لحتى ساعد أختي. ياسمين، كل اللي صار ما كان بسببك أنت بالمرة. موبايلك انتزع بوقتها لهيك ما قدرتي تشوفي الرسائل تبع بريتو، مو ذنبك. طيب شو بدي اعمل هلا؟ قلي، هذا الندل اخذ كل شيء كان معنا، مصاري والذهب والفضه والارض. بتعرف كل واحد بهذا البيت شو عمل لحتى يصير هالعرس ومشان تكون تيجو مبسوطه كتير.
نافراج راح باع الجيتار تبعه وأبيراج باع الموتور. أنا بعت كل فساتيني لك حتى تخيل. دلراج عطاها المصاري اللي مخبيهم، وحتى أمي وستي وعمتي هن باعوا كل ذهباتهم، وكل هاد كان كرمال عرستي جو ما ينقصوا أي شي. وبالأخير راح كل شي، وتيجو هلا قلبا انكسر وما بعرف قديش رح تتحمل. أنا بعرف يا ياسمين، وما حدا بيقدر يعرف شو إحساس تيجو قديش عم تتعذب. أنا كيف بغلط هيك غلط؟ كيف ما قدرت أعرف حقيقته لجاس؟ وكيف تركته ينصب علي هيك؟ بس كرمال مرتي الحلوة رح نروح على أحلى مكان لحتى نقضي شهر العسل، وهذا حقنا الطبيعي يا تيجو. هيك رح يكون عنا الفرصة لنتعود على بعضنا أكثر. الزواج بالنسبة لي هو شراكة حياة طويلة بين شخصين. من أول مرة شفتك قلت هي البنت هي حلمي، وهي اللي راح تكون شريكة حياتي كمان. كل شي حلو خسرته، وما عاد عندي ثقة أبدا بأي شي. ابنك لهلا ما رجع، وانتي عم تقولي ما بتعرفي شي عنه. وأنا مشغول بالي عليه، لأنه لما طلع ما كان رايق أبداً، وما بعرف ليش متوتر. ليش متوتر؟ هو اللي عم يخلي الكل متوترين. أكيد حضرته هلأ بيكون راح لعندن منشان عرس أخته لياسمين. بابا بترجاك لا تظلم أخي فاتح مشان الله. وينه أخوكي فاتح لهلأ؟ احكوا شو الموضوع؟ أنا بحلف لك يا جدي إني ما بعرف وينه فاتح. جدي نحن من الصبح عم نحاول نحكي معه بس ما عم نلاقي. سألته الأزعر بوزو عنه؟ حشوفه إذا هو عنده، بس أكيد أخي مانو هنيك. يا ربي دخيلك يكون ابني منيح وبخير. ليكون راح السفارة لحتى يعمل المقابلة. قولي، مو هي هي الحقيقة؟ أنت ليش عم تحكي معي بهي الطريقة؟ لو بعرف كنت حكيت. أنت اللي بتعرفي وعم تحاولي تغطي عنه. ما رح روح على كندا بالسر يا بابا. شو فاتح، أنت وين كنت لهلأ؟ ما بتعرف إنه مشغول بالنا عليك كتير؟ فاتح ليش شغلت بالنا؟ أخي كل شي منيح؟ فاتح احكي لنا شبك؟ الكل عم يستنى الجواب. بابا يا ريت نأجل هاي الخناقة لبكرة الصبح. ليش؟ لأنه عم تسمع الحقيقة؟ أنت ما بتعرف إنه بهالوقت في عالم عم تتدمر. شو في أسوأ من هيك لسه؟ هو دمر وخرب حياة بنتي كلها. روبي أنا مالي عين واجهها أبداً. خلص أنا رح أترك هذا. لحظة عمي استنى شوي. استنى. أنت لوين بدك تروح؟ بابا كيف بدك تروح وتتركنا؟ لك شبك روبي أنت جنيت؟ أخي أنا أخذت قرار بدي روح وبعد عن هالبيت، هيك أحسن. إذا بدك تروح بدك تسممنا كلنا قبل ما تمشي. أنت اللي خلطتي السم بحياة بنتي، وكل هالشي صار بسببك. لهيك بنصحك تتركيني وتبعدي، وحتى هن المسؤولين عن اللي صار. الحقير جاس ضحك على تيجو دمر لحياته، وأنا مقهور لأني ما حسيت بهذا الشيء. لك رحت على حفلته قدر أنه يضحك علينا. أنا حاسس بذنب كبير تجاه البنت، هو نصب عليهم، أخذ الذهب والفضة وبعد ترك تيجو راح. وقت أمسك هذا جاس أنا رح. صراحة اللي صار كتير بشع، هلأ بتكون المسكينة كتير مدمرة ومقهورة. الشخص الذكي يا ابني هو اللي بيقدر يتعلم من أخطاء غيره. هاي النتيجة وقت اللي شبح السفر بيسيطر على الكل. بتمنى أنك تكون تعلمت أو لسه متعلق بفكرة السفر. عن جد بابا؟ عم قلك في بنت حياتها كلها تدمرت، في حداد ببيت كان المفروض يكون بيت عرس هلا، وانت عم تسألني اذا بدي روح على كندا ولا شو؟ بالمناسبة
بهالوقت كل اللي عم فكر فيه تيجو اللي صار معه. فاتح. لا خشبير لا، صدقني هذا مو الوقت الصح يا ابني، ولا الطريقة الصح. عن جد الشيء اللي صار مع عائلة ساندو كتير سيء. تصرفتي غلط ساتي، تصرفتي بشكل سيء. تعتبري حالك أم أنتي؟ طيب قولي، أي أم اللي بتدمر حياة بنتها ومستقبلها كرمال تحقق أحلامها وتسافر لبرا إليلي؟ لا تحط كل اللوم علي أنا. تيجو كانت عايشة مبسوطة وبتحب إنجاب كتير، ما كانت بدها تسافر، كانت حابة تعمل الدكتوراه هون، بس لا، أنت كنتي بدك تخليها تسافر وتروح على كندا. قولي لي كيف إحساسك؟ إن شاء الله مبسوطة هلا. بابا عمي. لا بابا أنت ما فيك تتركنا، إذا أنت رحت نحن كيف بدنا نعيش؟ لا يا بنتي لا، أحلامي وأحلامكم ما بيتطابقوا مع بعض أبدا. شان الله خليك استنى لا تروح. خليك لا تروح. ماما، عمتي، انتو ما عملتوا غدا ولا ما تركتوا لي شي؟ امي على فكرة انا كتير جوعانة، تعملي لي اكل؟ ايه بنتي. بابا انت رايح؟ لا حبيبتي أنا بس كنت بدي بس. إيه تيجو، إيه هو بابا كان رايح يعطي تياب للمحتاجين، مو هيك بابا؟ إيه. أنا رح أعمل أكل. قلي لي شو جاي على بالك تاكلي؟ أنتي بس قولي بنتي شو بدك؟ بعرف إنه تيجو بتحب أكلة البوري كتير، لهيك اعملي لي إياها. كتري يا ماما. طيب أنا رح أعمل أطيب أكل. أنا بعرف منيح قديش مخبية تيجي وجع ورا ضحكتها، بس عم تبتسم مشان ما تخلينا نحس بوجعها. شوفوا
انتو كتير عاطفيين هاي الفترة وعم تتعاملوا معي باهتمام كبير، بس قلولي أنا كيف بدي صير قوية؟ يا روح اللي صار خلص صار وما فينا نغير شي بنوم، لهيك لازم نكمل حياتنا، ما بيصير نوقف وندمر حياتنا، صح يا سو؟ دائما بتقولولي تيجو البنت اللي كتير قوية، وهلا إذا ما بتضحكوا كلكن تيجو رح تنام جوعانة. طيب لا خليكي لكن إذا بتسأليني هلأ عن رأيي، أنا حتى بعد 3 سنين من الزواج فما بدي أولاد أبداً. إيه أحسن، هيك بكمل الدكتوراه تبعي. وأنا هذا رأيي. قولوا، عرفتوا شي عنه؟ وين تيجو؟ تيجو بالمطبخ. شو قالوا الشرطة؟ هالندل طلع مجرم ومطلوب من زمان. ما بعرف كم بنت وكم عائلة قدر يخدعهم ويسرقهم. حتى الشرطة ما بيعرفوا وين مكانهم هلا. سألتوا بالسفارة الكندية أكيد بيعرفوا مكانهم. هدول العالم مالهم علاقة بكندا. شو مشان الأواعي والمصاري والذهبات؟ ماما خلص نسيهم بالمرة، ما في شي رح يرجع. الأم وابنة عرفوا كيف يخدعونا. أنتوا كلكن هون؟ الأكل جاهز. أكلة اليوم هي رز الراجمة، خلونا نفوت مشان ناكل. يلا يلا. إيه يلا. مبروك يا عروس. مبروك مبروك لأحلى عروس لعروستنا. مبروك لأحلى عروس. ألف مبروك يا حلوة. وين عروستنا الحلوة؟ تجي خلينا نشوفها. تعي خلينا نشوفك ونبارك لك لحتى نحتفل فيها. اليوم ما رح نروح من عندكم لحتى تحلونا. مين اللي اتصل فيه؟ خليهم يروح. ايه ماشي. اسمعوني اسمعوني يا جماعة. يلا تعوا 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 نرقص. لو سمحتوا وصلت بفرحة بنتها. اذا بتريدوا وقفوا. يلا ارقصوا كلكم يا جماعة. الله يخليكم يا جماعة. تعوا تعوا شوي لو سمحتوا. ليش هيك زعلانين؟ وقفوا اسمعوا شوي. Thank you.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.